من هو محسن فخريزادة، أبو القنبلة النووية الإيرانية؟ في تطور كبير في الملف النووي الإيراني، اغتيل كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخريزادة بالقرب من العاصمة طهران، حسب ما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية. وفارق فخريزادة الحياة في المستشفى بعد تعرضه لهجوم في مقاطعة دماوند، وأفادت تقارير بوسائل إعلام إيرانية بأن مهاجمين أطلقوا النار على سيارته. وتعتبر وكالات استخبارات غربية فخريزادة المسؤول عن برنامج سري للأسلحة النووية في إيران، وتفيد تقارير بأن دبلوماسيين وصفوه بأنه أبو القنبلة النووية الإيرانية. وتوعدت إيران بالانتقام الشديد لاغتيال كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخريزادة، ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل. ويعتقد أن عملية الاغتيال ربما حازت على دعم أمريكي، فمن المعروف أن الرئيس ترامب قد فكر في مهاجمة منشآت نووية إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر. من هو محسن فخريزادة؟ ولد فخريزادة سنة 1958 في مدينة قم الإيرانية، وانضم إلى الحرس الثوري بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي في سنة 1979. وقيل إنه احتفظ برتبة رفيعة في الحرس الثوري حتى عندما أصبح عالما، وقد عمل محاضرا للفيزياء في جامعة الإمام الحسين في العاصمة الإيرانية طهران. وكان يعد أشهر عالم نووي إيراني، ولكنه حرص على الابتعاد عن الأضواء. ولطالما تحدثت عنه مصادر أمنية غربية على أنه يتمتع بنفوذ كبير ودور أساسي في برنامج إيران النووي. وحدد تقرير بارز للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في سنة 2011 فخريزادة باعتباره شخصية محورية في البرنامج النووي السري لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لصنع القنابل الذرية. وأشار التقرير إلى أنه ربما كان لا يزال في ذلك الوقت يلعب دورا في مثل ذلك النشاط، وقد دعاه مفتشو الوكالة مرارا للحديث عن دوره، وهو الأمر الذي دأب على تجنبه. وتظهر تسجيلات الأمم المتحدة أنه كان من بين 8 إيرانيين خضعوا لقيود السفر والقيود المالية الدولية بموجب قرار للأمم المتحدة تم تبنيه في سنة 2007 بسبب صلاته بأبحاث الأسلحة النووية أو البالستية. ووفقا لوثائق سرية حصلت عليها إسرائيل في سنة 2018، أشرف فخريزادة على برنامج لإنتاج أسلحة نووية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إن فخريزادة هو كبير العلماء في البرنامج، وحث الناس على تذكر هذا الاسم. وفي سنة 2018 كشف نتنياهو عما وصف بأنه أرشيف إيران النووي السري. وفي سنة 2015 قارنته صحيفة نيويورك تايمز بالفيزيائي الذي أدار مشروع مانهاتن روبرت أوبنهايمر، والذي أنتج خلال الحرب العالمية الثانية أول أسلحة ذرية. ويقال إن فخريزادة قاد مشروع أماد السري المزعوم الذي تأسس في سنة 1989 للبحث في إمكانية بناء قنبلة نووية، وتم إيقافه في سنة 2003 وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أن نتنياهو قال إن الوثائق التي تم الحصول عليها في سنة 2018 أظهرت أن فخريزادة تابع العمل سرا في مشروع أماد. واختلفت الآراء حول مدى تأثير اغتيال فخريزادة على البرنامج النووي الإيراني. ويقول كريم سجادبور الزميل البارز في مؤسسة كارنيجي إنه من المحتمل أن فخريزادة كان يعرف عن برنامج إيران النووي أكثر من أي إنسان حي، وفقدان قيادته ومعرفته وذاكرته المؤسسية بلا شك ضربة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن ناحية أخرى يقول فيبين نارانج أستاذ العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يستطيع الكثير من المشاركين في البرنامج تصميم رأس حربي نووي الآن إذا لزم الأمر، لذلك قد يكون لدى إيران الآن دافع أكبر للتسليح. عقوبات واتفاق. يذكر أن الشكوك في أن إيران كانت تستخدم البرنامج كغطاء لتطوير قنبلة نووية قد دفعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات قاسية جدا على طهران في سنة 2010. وفرض اتفاق سنة 2015 الذي توصلت إليه إيران مع الولايات المتحدة والمملكة العربية وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، عفوا لا توجد المملكة العربية وإنما المملكة المتحدة البريطانية.
فرضت قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها الآن 12 ضعف كمية اليورانيوم المخصب الذي يسمح لها بامتلاكها بموجب الاتفاق. جاء اغتيال فخري زاد في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ووصل ذروته في يناير مع اغتيال واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.